يعني وضع كارثي منذ ساعات فجر هذا اليوم على منطقة شمال قطاع غزة، تحديدا على منطقة مخيم جباليا، لأن الجيش الإسرائيلي بات يلاحق السكان من منطقة إلى منطقة ومن حي إلى حي، والسكان هربوا على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية من منازلهم في منطقة تل الزعتر، في منطقة الفلوجة، في منطقة الفخورة، هربوا من منازلهم باتجاه مراكز الإيواء الموجودة داخل مخيم جباليا. ولكن بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لعدد كبير من مدارس الإيواء ومحاصرة عدد آخر من هذه المدارس، اتجه عدد كبير من السكان إلى منطقة مشروع بيت لاهيا، وهذه المنطقة وهذا المكان هو ملاصق تماما لمخيم جباليا. وفجر هذا اليوم الجيش الإسرائيلي لاحق هؤلاء السكان الذين هربوا إلى منطقة مشروع بيت لاهيا، واستهدف مجموعة من المنازل الموجودة داخل مشروع بيت لاهيا. يعني استهداف كان مباشر بدون سابق انذار لعشرات العائلات الموجودة داخل عدد كبير من المنازل في مشروع بيت لاهيا. حتى هذه اللحظة أدى هذا الاستهداف لهذه المنازل إلى سقوط ما يقارب من 80 ضحية وعدد كبير من الإصابات، هناك أيضا أعداد كبيرة من العالقين والناجين تحت ركام المنازل، ولكن لا أحد لديه الإمكانية الدخول إلى هذه الأماكن أو حتى البحث عن أعداد كبيرة من الناجين تحت ركام هذه المنازل في ظل إعدام الجيش الإسرائيلي لقدرات الدفاع المدني في كل منطقة شمال قطاع غزة، ليس فقط مخيم جباليا بل أيضا في مدينة غزة، وبالتالي لا يوجد لا معدات ولا إمكانيات من أجل البحث عن أعداد كبيرة من الناجين والموجودين داخل المنازل التي تم قصفها فجر هذا اليوم. بالإضافة إلى ذلك، الجيش الإسرائيلي منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة يقوم باعتقال عدد كبير من الرجال الذين تم اقتيادهم من منازلهم داخل مخيم جباليا بعد فصل الذكور عن الإناث، ومن ثم أيضا اعتقال الأطفال بمن هم دون أو أكثر من سن 12، تم اعتقال عدد كبير منهم واعتقال عدد من الرجال وإجبار النساء على النزوح باتجاه منطقة غرب مدينة غزة. الجيش يضيق الخناق على هذه المنطقة بعد الدفع بقوة عسكرية إسرائيلية كبيرة جديدة إلى منطقة مخيم جباليا لمساندة اللواء الموجود داخل مخيم جباليا. الجيش يلاحق السكان من مكان إلى مكان ويجبرهم على النزوح والخروج في ظل تفتيش لكل من يحاول أيضا الخروج من منطقة مخيم جباليا باتجاه المنطقة الغربية من مدينة غزة. الجيش أيضا دفع بأرتال من الدبابات داخل مخيم جباليا وباتت تدخل إلى منطقة الشهداء الستة ومنطقة الفخورة ومنطقة دوار أبو شرخ، منطقة تل الزعتر، وباتت تمتد هذه الدبابات إلى منطقة أطراف منطقة بيت لاهيا المحاذي والملاصقة لمخيم جباليا. عملية عسكرية عنيفة لأول مرة أن تتلقى منطقة شمال قطاع غزة ضربة واستهداف، وعملية مثل هذه العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في ظل شبه انهيار للمنظومة الصحية الموجودة في شمال قطاع غزة بعد اقتراب عدد من الدبابات من المستشفيات مثل مستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا، ومحاصرة أيضا عدد من الدبابات لمستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، وكلاهما أساسا مستشفيان صغيران أساسا موجودان داخل مخيم جباليا. والآن هناك عدد كبير من المصابين ينقلوا إلى هذه المستشفيات، ولكن الخدمة المقدمة غير كافية لاستيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، بالإضافة لتوقف أقسام العناية المركزة بسبب منع الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن أكثر من عام تقصف في هذه المستشفيات وحصار على كامل قطاع غزة، هل هناك أي مساعدات تنجح في الدخول إلى القطاع حتى الآن؟ يعني إذا ما قصدت عن المساعدات الطبية، فإن هناك شح وأدوية كثيرة رصيدها صفر في المستشفيات في قطاع غزة، سواء كان في جنوب قطاع غزة أو في مناطق الشمال. ولكن الوضع في شمال قطاع غزة لا يقتصر فقط على الأدوية، بل يمتد أيضا إلى كل الأدوية والوقود وكل مستلزمات المستشفيات في شمال قطاع غزة. يمنع الجيش الإسرائيلي إدخالها إلى المنطقة التي يشن فيها الجيش الإسرائيلي عملية برية كبيرة جدا في منطقة شمال قطاع غزة. ولكن هنا في مناطق الجنوب يعني قد يكون الحال أحسن قليلا في ظل منع الجيش الإسرائيلي إدخال عدد كبير من الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، حتى أن أدوية التخدير بعض الأوقات غير متوفرة لإجراء العمليات للمرضى والجرحى، خاصة وأن هناك أعداد كبيرة من المرضى والجرحى المتواجدين داخل المستشفيات هنا في جنوب قطاع غزة، يحتاجوا لإجراء أكثر من عملية على مدار الأسبوع من أجل مثلا تثبيت العظام وإجراء عمليات جراحية. وبالتالي هناك شح في الأدوية، شح في المستلزمات، بعض الأطباء
يدخلوا إلى غرف العمليات بدون الزي الرسمي في ظل نقص موارد التنظيف. يعني المساعدات أيضا لا تقتصر فقط على المستلزمات الطبية، بل المساعدات الغذائية أيضا لا تدخل إلى منطقة جنوب قطاع غزة. إذا ما تحدثنا في هذا الأمر فإن المستلزمات كانت في بداية الحرب على قطاع غزة كان يدخل إلى منطقة القطاع سواء الجنوب أو الشمال ما يقارب من 500 شاحنة. انخفضت هذه الشاحنات على مدار الأشهر القليلة الماضية إلى ما يقارب من 200 شاحنة، ثم خلال الأسابيع القليلة الماضية انخفضت إلى ما يقارب فقط 100 شاحنة تدخل يوميا إلى المنظمات العاملة في جنوب قطاع غزة، وغالبية هذه المنظمات تقوم بتوزيع المساعدات مباشرة إلى العائلات التي باتت يعني فعليا تعتاش في حياتها على ما يصل من المساعدات، لأن هذه العائلات نفذت منها الأموال ولا يوجد مصدر دخل لهذه العائلات، وفقط ما يصل من المساعدات سواء كان من الوزارة، من المنظمات الأممية، من المبادرات الشبابية، فقط هذا ما تعتاش عليه العائلات سواء من توزيع مساعدات نقدية، مواد غذائية، وهذا حقيقة فيه نقص كبير، وبالتالي هذا دفع العائلات إلى البحث يوميا عن مشاق الحياة، سواء كان بالبحث عن مياه صالح للشرب توزع مجانا أو عبر التكيات الموجودة في جنوب القطاع والتي توزع أيضا الطعام مجانا. شكرا جزيلا مراسل الحدث أسامة الكحلوت، كنت معنا من دير البلح وسط قطاع غزة.